انا اخويا كاري دابا ما حق اخرج نطلب عاد اخوتي. الحمد لله دوزت معايا الحاره والحلوه. ما نكذبش عليك، دوزت معايا الحاره والحلوه الحمد لله. وهي بنت الناس الله عمرها دار، ما كدبش كدخلني الطواليت، كتبدل لي حوايجي كل شيء، اي حاجه كديرها معايا. كدخلني الطواليت، كتبدل لي حوايجي كل شيء، اي حاجه كديرها معايا. الله يعلم بي الله، شكرا. الله يعلم بي الله، شكرا. السلام عليكم، انا حمودة الشادلي، كنسكن في مدينه كازا، زيد بثلاثة وثمانين. تلاقيت مع الناس، تزوج بها ولدنا وليدات الحمد لله، انا غادي معها بخير، عندي ربعة البنيات دركا، اللهم لك الحمد. الحمد لله، دوزت معايا الحارة والحلوة، ما نكذبش عليك، دوزت معايا الحاره والحلوه الحمد لله. وهي بنت الناس الله عمرها دار، ما نكذبش كدخلني الطواليت، كتبدل لي حوايجي كل شيء، اي حاجه كديرها معايا. تصور هي حامله مسكينه وكتهزني، شوفوا مكرفسه معايا. مكرفسه معايا بزاف. انا ملكرش امي بحالك الحمد لله، الحمد لله هي تقبلتني وتزوجات بي، حيت نسيت ما خليتها بلاصه، نسيت الدمنات، نسيت ما خليت فين، نسيت حتى واحد ما بغا يعطيني انا والوالده ديالي، نسيت انا وياها والو الحمد لله. تلاقيت مع هاد بنت الناس قبلات عليا. تلاقيت مع خويا في واحد في مدينة سطات، في واحد الرومبا، كنت كنترزق لها واحد نسيبة، تلاقى معايا مسكين كيسرح البيم وكيجي يريح حدايا ديما يتحدث معاه، قال لي حمود انا درت تزوجتي ولا باقي؟ قلت لي باقي. قال لي راه كاينه واحد بنت الناس نسيبتي راه تقبل عليك. قلت لي جيبها لي نشوفها. انت ملي قال لك تقبل عليك واش حسيتي انت بعد ما ديك المعاناه؟ انا فرحت سبحان الله، فرحت العظيم. قلتي الله جاب لي ربي بنت الناس. ما بقيتيش شاك، قلتي واش غتقبلني بحال ما هكا ولا لا؟ انا قلت ما عرفت واش غادي تقبلني ولا ما تقبلنيش. قلت على الله جابها لي، قلت لي اختي هاتي كتشوفي الحاله، قبلتي عليا؟ قالت لي انا قابله عليك على الطراب اللي قد نشي علي. صافي يعني كنت جيت عند الوالده فرحان، قلت لها الوالده جي الله حفظك، قايت واحد من الناس يلاه معايا، ومشات معايا مسكينه، مشات خطبات لك العائله ديالها هما تقبلوك. درنا داكشي اللي قسم الله، نتينا خطبناها وجبناها لبلا، وما نكذبش عليك عطيتها 10,000 ريال في الصداقه هي قدام، ما نكذبش عليك. كونها مسكينه قبلاتك وبغاتك 10,000. الحمد لله، الحمد لله يا خويا. شحال تقريبا دابا داز ما بين زواجكم؟ اجي شي 12 عام تقريبا. 12 عام نتوما راه العلاقه ديالك الفقر ديالها دوزتوها زوينه دغيا دازاش؟ الحمد لله، والله الا داز بخير الحمد لله، بالضحك وبخير، ولدنا في البنيات وبخير. كتشوف ناس بعقولهم وناس عاطين ربي الفلوس والمشاكل، نتوما سبحان الله كما كنقولوا جمعكم الله. لكن سمح لي خويا، ضروري من اي اسره ضروري من المشاكل، ولكن لا عاديه ما بين الراجل ضروري من المشاكل، ولكن ماشي مشاكل الناس. الحمد لله انا المشاكل انا ناضيه مع غير فاش كنت كنتوهم توهمت خرجتها منه. هاي يسمح غير يسمح لي الله يسمح لي منه صافي. ملي كنت كنتوهم بهاد الدريه الاخرى صافي جاتني عليه، تخاصمت معاه على حساب الوهم، ولكن فاتني الوهم صافي ورجعت بحال شي حاجه ما كاينه. شي حوايج تحسي شي براسك قصرتي من جهتو ولا؟ لا ما كنقصرش من جهتو من اي حاجه، انا البركه بي كنت كان ما كنتيأسش منه، انا بقى كنت غاير انا وكان عزيز عليا،
ما كنبغيش نغايو واخا كان صغير قلت لك ما كندوزوش. هلا ما قلت لما كلش هو ما تناكلش انا، لا ما شربش هو ما كنشربش انا. والله نطلب من ربي القلوب الرحيمه تشوف فيا، تشوف في حالته، راه حالته راه تبعد دراك تجي عندنا على غفله وشتي حالتنا. باش نرجعوا لك ملي شتي اول مره وجا عندك المصيب وقال لك واحد السيد كيفاش غيكون كيفاش؟ لا راه شرح ليا، قال لي واحد السيد راه معاق وما تيمشيش، ولكن قلت لي ماشي مشكل غير هو الشرط ديالي انا، هو الشرط ديالو ما عنده الصحه وانا عندي بنيه. قال لي صافي راه قابلها. قلت لي مني وقابلها؟ انا قابل بنيتي، انا غنقبل عليك وانت غتقبل عليا. صافي تفاهمنا، من مشينا عندو مشيت عندو في كرويله ديال الكراسو حمار، هذا راه كبر غادي غادي الناس غادي يحشوا. ودوني عندو قال لي وراني لي، قال لي مسكين واش هادي دايرين هكا واش غتقبلي عليا بحكا؟ قلت لي ماشي مشكل شر لا. قلت لي صافي قلت لي صافي. جاو قالوا لي الناس، قالوا لي هذيك زعما هذيك شو كي دايره وغادا تاخذ. قلت والله لا بركت معاك ما تبركش، هذيك لا بركت معاك شهر ولا شهرين. ها يقول لي لا بركت معاك غير شهر، ما تبركش معاك شهر ما تفوتوش معاك. كل الحمد لله خويا انا صبرت. ها ولدت البنيه الاولى، ولدت مع البنيه الاولى، عرفت كتعرف انتقادات مني هو معاق وانت صحيحه غينتاقدو. لا واش انت ما كتولاش، انت ما كتولاش كراك، انت ما كتولاش شوف كراك كدير دير عليك شي حاجه ولا كتعرف هذا انتقاد. ولكن نقول لهم دعيتهم الله. عاوتاني فت كتزادت هذيك، زدت الاخرى حتى هي، زدت من وراء الثانيه، تبعتهم ليك ما زيدت زيدت. تعاونوا باك تعاونوا باك. الحمد لله اخويا حنا كنضحكوا، واخا الانسان لحق عليه العظم، ولكن الانسان رغم هذيك سميتو كنعيشوا البساطه ديالنا على قد الحال، لا قد الحال لا قد الحال، انا ماشيش ما عندناش وما خصناش. بالنسبه للبنيات كلهم خدات حرام؟ لا كلهم كلهم الحمد لله. البنيه الصغيره الله تزات عندنا الله تقريبا عندها دابا الله قريبه تقفل 40 يوم. ها الله تزات سميتها ايه. لا لا ايه. ها بالنسبه نعطيو الحمودي يحاول حمودي دابا باش نحاولوا نقربوا للراي العام. ماكش دابا انت فين ساكن اش كدير؟ خويا انا كنترزق الله ما كذبش عليك وكاري ب 1000 درهم محن بزاف مغاربه، كلش كيعطيني كلش كيعطيني شويه ديسير شويه الخضره شويه اللحم فهمتي. وتمحنت والناس كيعرفوني هادشي، شحال من واحد كيعرفني ما نكذبش على الله. ويني الغالب الله كي اللي كيشوفني يسحبني انا لاباس عليا، انا عالم بيا الله، الله يلا عالم بيا الله. والو والله الا بقى خاصني 9000 ريال، والله الا بقى خاصني 9000 ريال والشهر قرب. 9000 ريال باش كمل في الشهر؟ اه بقى خاصني 9000 ريال والشهر قرب. ما قالي والو، شويه دق عليكم من الكره يلاه سخي ما طاي. بالنسبة للصغيرة حمو دابا تلكراش ناكطايفة، بالنسبة للصغير بالنسبة لليكوز ديال الدريات؟ محن بزاف خويا محن في ليكوز، محن بليكوز ديال الدريات ومحن بالصغير ديال الدريات. خاصهم الكسوة ديالهم، خاصهم العيد ديالهم، خاصهم بزاف. كنطلب خوتي المغاربة يعاونوني يحيدوني من التمارة، حيدوني من التمارة خويا. كنطلب خوتي المغاربة حيدوني من التمارة خوتي، راه تمحنت اعلم بيا الله. والله الا انا دابا دار مني برد وغادي نخرج نترزق الله ما نكذبش عليك، والله ما كذب عليك انا دار مني البرد دابا غادي نخرج واش غادي ندير. اللهم لك الحمد. وكنطلب خوتي المحسنين يشربوا من حالي، ماشي لاباس عليا كندير القوالب ولا شي حاجه. اللي ما يتيقنيش يجي تيشوفني، اللي ما يتيقنيش يجي عندي تا للدار يشوفني. اما كنكذبش اخوتي، اما حنان ومرتي هي، وعندي واحد البنيه صغيره هي تا هي مريضه مسكينه عندها الحساسيه. والله الا رابوس كنجري ليها نجيب الرابوس، والله الا رابوس كنجري ليها بالله. 10000 ريال 11000 في الشهر يلا اش غادي ندير؟ عندي المصارف، عندي بنيه دابا عندها خمس سنين، دابا عندي كل شهر عندها الدواء. هذه غير الروابز بجوج، عندي غير الروابز بجوج، عندي الروابز بجوج عندي فيهم 11000 ريال.
11000 ريال ديال الروابس، عاد زيد الدواء، الدواء 3000 ريال ديال الدواء، وحسب عاد الكراء وعاد المصروف، عاد هذا راه الغالب الله الحمد لله. بعد المرض ما كان بعد المرض كتمرض ليا الدريه كنخليها بلاش، كنخليها بلاش ما كنلقاش باش كنغربوس ها كنديبانا والسبيطار بعيد منا، السبيطار بعيد باش غتزاد ديال السبيطار بعيد الحال. ها قال لي خدي الناس خدي من السبيطار، خدي من السبيطار، السبيطار السبيطار ما كيعطيوش كيعطيو غير اللي عندها الورقه ديال الطبيب. انا كندير ما خليت فين سوانيت ليها ديق قدام كتخنق هي كتمشي تموت، ولكن الحمد لله نطلب من ربي قلوب الرحيمه شوف من حالنا، ودابا ولات عندي ليكوش ولا عندي الحليب ولا تعدي الضريه في الضيقه، وعندي هوايه قليل الصحه واخا يخدم بالليل وبالنهار راه ما غاديش يكفي هادشي كامل. والحمد لله خويا الحمد لله، واخا كيقول لك درامتي ما عندهم ولا يجي يجي عندنا ويشوف حالنا، راه مأزمين بزاف مأزمين بزاف، كيوليو اربعه الوليدات ها مصروفهم بزاف، ممكن بعض المرات كتلحق الحاجه بعض المرات ما كتلحقيش ليها. ها بعد ما كيمشي يخرجوا معايا يقول ماما بغينا هادي بغينا هادي بغينا، نقول لهم الغالب الله بنيتي ما عندناش، كنقول لهم كنسكتهم باي حاجه باش ما يقول لي ماما هذيك شرى لي با هذيك شرى لي با هذيك شرى لي با، نقول لها باكم راه على قد الحال، حنا ادري واش ماشي شي واحد اللي لابس علينا غنبقاو نشوفوا هذاك عدو ولا ما عدوش، صافي كنعلم باش نعلم المراه هذيك الحاجه راه ما عندناش فلوس ما عندناش الاستطاعه ديالنا. والحمد لله اخويا نطلبوا من ربي، كنطلبوا غير الصحيحه الصحيحه، وهذا النداء يوصل قلوب الرحيمه.